يستكمل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره بمسابقة الدوري المصري بخوض لقائه الثاني مساء غد الاثنين أمام نظيره المقاولون العرب. يتطلع نجوم ميتو عقبة لتحقيق أول الانتصارات في دوري نايل بعد استهلال المشوار بالتعادل الإيجابي أمام بيراميدز، ويمتلك الزمالك الأفضلية والكلمة العليا في تاريخ مواجهاته أمام المقاولون العرب خلال 80 مباراة سابقة جمعت الطرفين بمسابقة الدوري الممتاز. وحقق الزمالك 51 انتصارا على حساب ذئاب الجبل مقابل 8 هزائم و21 تعادلا، وأمطر هجوم الزمالك شباك الفريق الأصفر ب 118 هدفا، بينما استطاع المقاولون من زيارة المرمى الأبيض خلال 52 مناسبة. الزمالك يتطلع لمصالحة جماهيره وترويض ذئاب الجبل في لقاء الجولة الثانية من دوري نايل. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية في زملكاوي. بيشرفنا في الاستوديو الاستاذ عبد اللطيف فوزي الناقد الرياضي الكبير. استاذ عبد اللطيف ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. اهلا بيك. مساء الخير على الجميع وكل اللي بيتفرج علينا، وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه كده ان شاء الله باذن الله. انت محضر لنا مشاركات الزمالك في البطولات الافريقيه. طبعا الكونفدراليه ولا دوري الابطال؟ الاثنين يعني الاتنين. احنا طبعا تمام. عندنا ماتش مهم بكره طبعا قدام المقاولين في الدوري، لكن الماتش الاهم واللي هو انا بصنفه اللي هو هيبقى عنق زجاجه الموسم كله مباراه ارتا سرار الاياب السبت الجاي، لان انا يعني احنا الزمالك بادئ موسم صعب جدا على جميع الاصعده، لكن البطوله دي مهمه جدا لعده اسباب. انها البطوله انا في وجهه نظري الشخصيه بشوفها ان هي البطوله الاسهل للزمالك يقدر يكمل فيها الموسم الحالي، اسهل من ناحيه تديله ثقه، يعني لو كسبها تدي ثقه لبقيه الموسم ان شاء الله. طبعا بس هي من ناحيه هي اسهل ليه؟ لان هي دلوقتي انت ما عندكش الفرق اللي طالعه من دوري ابطال افريقيا اللي كانت بتخسر في دور 2 وتروح لك الكونفدراليه. تاني حاجه الفرق الكبيره كلها تقريبا اصطدمت ببعض، احنا يعني عندنا حتى حامل اللقب اتحاد العاصمه الجزائر هيلعب بالفتح المغربي، ففي فرقه كبيره هتطلع. الافريقي خسران في الذهاب، فممكن يطلع في يوتشر حتى المنافس، يعني في يعني الاسماء حتى الكبيره اللي كانت بتبقى موجوده كل سنه مش موجوده السنه دي، ففرص الزمالك انه يقدر ينافس على البطوله دي افضل من فرصه في اي بطوله تانية سواء دوري او حتى كاس، لان حتى الكاس مثلا هيصطدم ببيراميدز في نص النهائي ماتش صعب جدا. هي مدتها قصيره كمان، يعني بتكلم في عدد ماتشات قصير بالظبط. فمباراه السبت قدام ارتا سولار هي مهمه جدا جدا جدا، انا مش ببالغ بس هي مهمه جدا للموسم كله، والحاجات كتيره هترتب عليها. انا يعني زي ما حضرتك تعرف انت بطوله 2019 اللي الزمالك كسبها بتاعت الكونفدراليه بنت جيل، بنت شخصيه للجيل، قدر بعديها في 2020 انت شفت وصلنا نهائي افريقيا، بعديها بسنتين نفس الجيل نفس، يعني زيزو كان بدايته في الكونفدراليه اصلا هو الوحيد اللي شاط ضربه الجزاء الاخيره كانت اديته ثقه، بعد كده شوف زيزو دلوقتي متالق، الجيل بدا ياخد 2 دوري. فمهم ان الجيل ده والفرقه دي بالعناصر اللي احنا شايفينها دي مهم جدا انها تكمل في الكونفدراليه وتنافس عليها لابعد درجه. يعني انا بتضايق من حته الياس والاحباط اللي الناس يعني لا يا احنا اصلا هنكمل نعمل ايه، هنوصل لايه؟ لا لازم يبقى في يعني ارساء اللي احنا ما نطلع، حتى لو هنطلع من البطوله يبقى نوصل لابعد درجه ممكنه. لا ان شاء الله مش هنطلع باذن الله. طب عندك ارقام بالنسبه الخاصه ل يعني احنا او احصائيات بمعنى صح؟ الدوري ابطال افريقيا من ساعه يعني مستحدث في 1997 دور المجموعات، احنا بنتكلم بقى على الادوار اللي هي ايه دور 32 اللي هو الدور الاقصاء اللي احنا فيه حاليا. الزمالك كان لاعب سانت جورج الاثيوبي وكسبه وتاهل في 97، بعد كده 2002 لاعب الجيش الرواندي وكسبه 6-0 وتأهل برضه. يمكن هي المره يعني هو في مرتين في دوري ابطال افريقيا الزمالك ودع فيها من دور 32. واحده واحده علشان هم بيتابعوك على الشاشه. 2002 الزمالك تأهل قدام الجيش الرواندي. تمام. اول مره يودع فيها من دور 32 كانت في 2004 لو هيجيبوها قدام برضو الجيش الرواندي، احنا كسبنا في الذهاب 3-2 لكن خسرنا في الاياب 4-1، ودي كانت من مفاجات البطوله يعني اللي حصلت في 2004، والزمالك ودع البطوله ساعتها من دور 32. في 2005 الزمالك اتاهل قدام توسكر الكيني كسبه ذهابا وايابا. بعد كده 2007 دي كانت تاني مرة الزمالك يخرج فيها من دور 32، كانت قدام الهلال السوداني. الذهاب خسر 2-0 الزمالك، وبعد كده تعادل في القاهرة 2-2 ودع البطولة. 2008 تأهل قدام
افريكا سبورت بركلات الترجيح بعد ما فاز 2-0 ذهابا وخسر 2-0 ايابا. 2011 تعادل 2-2 في الذهاب وايابا وبعدين في ركلات الترجيح هو فاز ذهاب 2-0 أيوه. وخسر 2-0 تمام. وصلنا ركلات الترجيح ده 2008 2011 2011 ودع طبعا قدام الافريقي كان في الذهاب خسرنا 4-2 وجينا فزنا هنا في القاهره 2-1 وودع البطوله من دور 32. 2012 الزمالك قدر يتاهل برضو قدام افريقيا سبورت اللي هي كانت في 2008 كسبوا ذهابا وايابا لا خسر ايابا 2-1 لكن اتاهل بقاعده هدف خارج الارض. 2013 هو اللي كسب الزمالك فيها فيتا كلوب الكونغولي في الذهاب 1-0 وفي الاياب تعادل 0-0. 2014 الزمالك كسب برضو وتأهل تمام و2016 كذلك و2017 يعني بنتكلم 2020 و2021 و2022 و2023 دي بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا الزمالك قدر يتخطى تقريبا المرحلة اللي هي دور 32 يمكن مرتين ثلاثة بس هو خرج فيها في الظروف هي بتبقى أحداث مفاجأة طبعا للنتائج قدام فرق أقل منه بكتير بالظبط. الكونفدرالية طبعا الزمالك ما لعبش فيها غير ثلاث مرات 2015 ودي طبعا قدر يتأهل فيها بنتيجة كبيرة قدام رايان سبورت الرواندي كسب في الذهاب 3-1 وفي الإياب 3-0. 2018 هي بقى النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها هي الفريق الأسلوبي ولاد ديشا اللي هو الزمالك ديشا. كان خسر ذهابا 2-1 ورجع في مصر كسب 2-1 لكن طبعا المباراة ضربات الجزاء وخرج. 2019 طبعا اتأهل الزمالك كان حامل اللقب فيها فاحنا بنتكلم ان الزمالك لازم يبقى حذر في المباريات دي. الفرق الصغيرة بتيجي قدام الزمالك طبعا عايزة تظهر نفسها وعايزة تثبت نفسها صحيح. فبتبقى في مفاجآت والزمالك يعني بيبقى داخل الماتشات اللي زي دي بيبقى فيه نوع من عدم التركيز قوي مظبوط فاهم يعني كسبان ضامن المكسب زي ما بيقولوا بيواجه فريق مجهول الهويه. انت عارف انا حصل لي الكلام ده في ديكاداها الصومالي ديكاداها الصومالي لما كنت مدير فني الزمالك انا رحت اتفرجت على التمرين جميل كان المباراه كانت في استاد برج العرب حلو فانا قلت انا ما اعرفش ديكاداها الصومالي فعايز اتفرج على الفرقه ايوه مظبوط وبعدين انا اول مباراه ليا مدير فني في دوري الابطال مظبوط كتب في الزي بتاعك ان انت طبعا خارج ملعبك كسبت كذا فحقيقه كلمت سياده اللواء ومدير استاد برج العرب قلت له عايز اتفرج على الماتش بس مش عايز حد يشوفني خالص ولا صحافه ولا اي حد محدش يعرف يعني. فدخلني من باب وراني خالص كده فاهم وطلعت فوق يعني اكتر حته في اعلى حته في استاد برج العرب وصورت التمرين فيديو حلو الجمل التكتيكيه اللي بيعملوها وقدرات اللعيبه فاهم وبعدين رحت الفندق حطيتها على شاشه بتاعت التلفزيون وقعدت اتفرج على التمرين بقى مكبر يعني فانا مهم جدا انك تعرف الفرقه اللي قدامك مزبوط. فالفرقه اللي بقول لك عليها الصغيره دي زي ديتشا برضو الصومالي الاسيوبي عفوا الفرقه دي هي اللي في المجهوله ممكن تخطف منك طبعا احنا زي ما انت قلت دلوقتي شفنا في مباراه الذهاب يعني حتى الهدف الاول اللي ما كانش اتذاع لما اتشاف غلطات فرديه يعني الهدفين صحيح. يعتبر اخطاء فرديه من 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 دفاع الزمالك وحارس المرمى ادوا ليحصل نتيجه فعشان كده انا بقول مباراه الاياب التركيز فيها مهم وانك تبدا المباراه بدري وتسجل بدري ده كله بيساعد انك ترجع في يعني تسجل والنتيجه تبقى كبيره وتقدر بعدها تتاهل لدور المجموعات لما تتاهل لدور المجموعات الدنيا هتبقى الطف لان الفرقه هتبقى برضو المستوى ايه رايك في فريق ارتا سولار بعد انت ما شفته؟ هو فريق محترم يعني مش عايزين برضو ايه يعني نجهل فريق محترم ودلوقتي الكوره انت حضرتك فاهم بقت كلها بيزنس وكلها دلوقتي بقت في اكاديميات في قاره افريقيا عشان تطلع لعيبه واللعيبه دي يعني بتجيب عائد عليهم فكل الفرق دي بيبقى ليها طموح لما تيجي تلعب فرق كبيره في القاره ليها اسمها وليها وزنها تبقى عايزه تظهر نفسها. الفريق الزمالك يقدر يكسبه في الاياب بسهوله وبنتيجه كبيره بس هي محتاجه تركيز كبير جدا من اللعيبه تفادي الاخطاء يعني اخطاء بسيطه بيقع فيها بينتج عنها لان هي تفاصيل بسيطه كلها في المباراه فعشان كده الفريق ده انك تسجل فيه يعني مبكرا تقدر توصل بالنتيجه كبيره لان طول ما انت هتتاخر في النتيجه طول ما اللعيبه هتبدا تتوتر ان فرق هدفين هتبدا تتوتر هتبدا ايه يطلع نفسها بره الجيم فعشان كده لازم الزمالك يبدا المباراه دي تحديدا
بدري ويسجل بدري عشان يقدر يتخطى. مطلوب ايه من اللعيبه في المباراه دي؟ يعني سيبك من ماتش المقاولين بكره هنتكلم فيه مع كابتن ثوري كده، بكلمك افريقيا بقى. ماشي. مطلوب من اللعيبه في مباراه زي ارض الصلاه دي ايه المطلوب بالظبط؟ مطلوب ان هم يصالحوا الجمهور. يعني الجمهور حزين من الوضع كعام. اللعيبه انا برضو عايز اتكلم، اللعيبه بتفقد الثقه. يعني لو انت اديت له الثقه هيبقى عنده يقدر ينتج عنه في الملعب اداء ونتيجه. بعيدا حتى عن نتكلم على الفنيات. فانت المباراه دي لازم تنزل تقاتل فيها حرفيا، لان هي مباراه تعتبر مهمه جدا لمشوار الزمالك في كل البطولات. لان انت لما تخرج من الكونفدراليه انت بتحطم الفريق كله، وبتحطم القائمه، وبتحطم الموسم بتاعك. لما تخرج من بطوله الكونفدراليه يعني في بدايه الموسم كده بتحطم قدام فريق متواضع برضو اسما وتاريخ جنب الزمالك، فهتبقى مشكله كبيره نفسيه على اللعيبه نفسها، تعمل عليهم ضغط نفسي بقيه الموسم. فهو عشان يتخطى الضغط النفسي ده ويطلع بيه لازم ينزل مباراه مركز تركيز تام، ويقاتل على كل حاجه هتجيله، ويبتعد عن ارتكاب الاخطاء البسيطه اللي بينتج عنها المشاكل دي. بعيدا طبعا عن التشكيل او اي فنيات هيبدا بيها سوريو في المباراه دي نفسها. انت عندك نتائج الزمالك في افتتاحات الدوري اعتقد. الزمالك افتتاحات الدوري عموما، يعني افتتاحات الدوري الزمالك عموما ما خسرش يعني من 16 سنه، يمكن قلتها انا عندي، ما خسرش من 16 سنه في مباراه الافتتاح من ساعه موسم 2007 خالص. ايه؟ من خالص ما خسرش اول مباراه. تعادل او مكسب يعني. تعادل او مكسب. تاني حاجه بشكل عام الزمالك من بدايه القرن هو ما خسرش غير يعني كسب تقريبا 21 دوري، يعني في الافتتاحات 21 نسخه. بيكسب مباراه الافتتاح وبيكمل. والزمالك تاني حاجه ما بيجمعش اقل من نقطتين. لا معلش، الحته اللي فاتت دي يعني ايه ما خسرش في 21 نسخه؟ يعني مثلا نسخه 2000 2001 2002 دول كلهم بيكسبوا. لا انت قلت لي 16 سنه ورا بعض. لا دي 16 سنه متتاليه، انا بتكلم من بدايه الالفيه الجديده. يعني من 2000 يعني. من 2000 لحد 23 تقريبا اتلعبت 23 نسخه، والزمالك بيكسب فيهم 21 نسخه. مباراه الافتتاح ما بيخسرهاش. تمام. ما بيخسرهاش بشكل عام. تاني حاجه اول جولتين ما بيجمعش اقل من 3 نقاط فيهم، يعني هيكسب ماتش ويتعادل ماتش ممكن يجمع له 4 نقاط، زي 2015 كسبنا طلائع الجيش في الاول، بعد كده تعادلنا جمعنا 4 نقاط، لكن صعب انه يجمع نقطتين. فعشان كده احنا بنتكلم ان برضه مباراه بكره مهمه جدا. ليه؟ انها تدي ثقه ليك انك انت لازم تحقق اول مكسب ليك في الدوري. بتفرق معنويا قبل وعندك ارتا سولار بعد كده، لازم تديك ثقه برضه. هتفرق معنويا بشكل عام وللمباراه دي تحديدا وللموسم كله، لان ده هينتج عنها، لان النتيجه واحده في بدايه الموسم بينتج عنها بيترتب عليها حاجات كتير. هو يمكن اهميه لقاء ارتا سولار، ويمكن مدحت عبد الهادي كان معايا على التليفون معرفش طبيعه المكالمه، هو اكد ان فعلا استبعاد ثلاث لعيبه كانوا من افضل الثلاث لعيبه الماتش اللي فات. هي دي علامات استفهام علشان مباراه ألدا سرار، لان هو خايف برضو اي حد يتعور. انت بتتكلم في اهميه قصوى. مظبوط. وهي هتحدد مسيره الزمالك في الموسم كله. طبعا. يعني انت قلت هذا الكلام. ايوه مظبوط. فمن المنطلق ده الراجل ريح ثلاث لعيبه مهمين جدا كانوا من افضل لعيبه الماتش اللي فات. انا كنت افضل يبقوا موجودين في القائمه عادي، ولو هو ليه وجهه نظر ما يبداش بيهم عادي، بس هو عايز يبعدهم عن الضغوط خالص. يعني انا النهارده مجرد انا دخلت كلاعب مثلا ولاعيب اساسي وعارف ان انا مثلا مش هلعب او مش هبدا، فده برضو ممكن يعني يضيع تركيز ناس تانية. هو كابتن دي وجهه نظر. يعني يوم مباراه بيراميدز احنا بدا بتشكيل عليه ملاحظات او عليه بعض علامات الاستفهام بلعيبه لسه اول مره تاخد التركيبه. ما دي خلاص اتكلمنا فيها وعديناها. فهو احتاج البدا. يعني في الشوط الثاني نزل 4 لعيبه دونجا، ويعني نزل 4 لعيبه الشوط الثاني صنعوا الفارق. فانا بقول طب افرض انت احتجتهم في مباراه بكره، انت وقتها مش هتلاقي حد في الدكه يديلك. انت دلوقتي احتجتهم في مباراه بيراميدز، نزلوا صنعوا لك الفارق ورجعت في النتيجه وتقدمت. فهي طبعا وجهات نظر، بس انا كنت احب ان هم يبقوا موجودين حتى في القائمه بكره، حتى لو هو مش هيبدا بالعناصر الاساسيه بتاعته، بس يبقوا موجودين لأي تغيير هيحصل في المباراه. هي وجهات نظر برضه. هي وجهات نظر، لكن هو اكيد عامل حسابه وعارف كويس قوي قدرات لعيبته، ولذلك هو ضامن. يعني عنده مصطفى شلبي وعنده شيكابالا وعنده اوباما وعنده
مجموعه كبيره جدا من اللعيبه اللي عنده حتى على مستوى الشباب حتى سكر حسام مجيد مستبعد دونجا ومستبعد كمان عمر جابر يعني كده هيبقى خياراته محدوده الا بقى لو هيفاجئنا عنده محمد طارق بيلعبها انا بقول بقى لو هيفاجئنا بلعيبه جديده الزناري ساعات بيلعبه باك يمين يعني عنده اماكن بدل المسلوس كتير وبدل عمر جابر والديفندر عنده برضه عنده السيسي وعنده رؤى يعني عنده عناصر وممكن بيسو يعني محمد حسام بيسو من اللعيبه البرومسنج الواعدين شباب الزمالك الصغير القصه مش ثقه اللعيبه بقى اتكلم على ثقه اللعيبه صعب لطيف في حوار بكره مهم جدا وده يديله الثقه للمباراه اللي بعدها هي دي النقطه احنا التفاصيل بنتكلم في تفاصيل بسيطه ان كره القدم دايما اهم انا من وجهه نظر انا الشخصيه انا بتكلم من وجهه نظر الشخصيه يعني طبعا حضرتك كابتن كبير وادرى مني بس انا بتكلم ان دايما العامل النفسي بيجي في المقدمه بقى قبل العامل الفني يعني لازم اللعيب تاهيل اللعيبه نفسيا بالظبط وتديهم الثقه يعني انت اللعيب لما هتقعد تهاجمه خلاص احنا دلوقتي قدام امر واقع ان في قايمه وفي يعني قيد مقفول ومفيش مجال انك تدعم فانت اللعيبه دي عندك مستمره لحد يناير هتخد تقريبا بيهم 16 مباراه فانت ما قدامكش بديل غيرهم فانت لازم تدي الثقه توصل الثقه دي للعيبه ان انتم مكملين وان انتم عندكم وتاني حاجه اللعيب لازم يفهم ان هو لما هيدي في الملعب وهيظهر الحاجات دي هتحسب له لان هو لو هو دلوقتي انت لو قصرت في من هنا لحد يناير ما انت اكيد هيبقى مالكش مكان في الزمالك بعد كده ده يترتب عليه ان انت مستقبلك بيتغير فهو لازم يستغل الفرصه ان انت عندك فرصه انك تثبت نفسك لازم تتمسك بيها تتمسك وتتشبث بيها صحيح وتستمر عليها عشان بقى توصل لمرحله انك فعلا تستحق تبقى موجود في قائمه نادي الزمالك بعد ما يبقى في سوق الانتقالات فتح لان لو انت وصلت من هنا لحد يناير وخدت فرص كتيره وما قدرتش تثبت نفسك فيها فهيبقى الموضوع صعب جدا طبعا. الزمالك محتاج لعيبه في يناير وجهه نظرك يعني؟ محتاج بس انا اتكلم في نقطه انت عندك دلوقتي مشكله كبيره ان انت في نص الموسم قصه التعاقدات بتبقى اصعب من بدايه الموسم ليه؟ كل فرقه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك العناصر يعني المصريين البضاعه بتخلص يعني اللعيبه المصريين بشكل عام اللي هم فئه ايه او يعني المصنفين في الانديه الكبيره خلاص هو انا راسي عليهم ومعايا ما حدش هيسيب لك لاعب مهم او فئه ايه يجي لك في يناير وبعدين الكواليتي اللاعبين المصريين بشكل عام متشابه يعني الكواليتي كله اللعيبه كلها متشابهه هي بتبقى فروقات بسيطه لكن ايه اللي يحصل في يناير قول لي يصنع لك الفارق هي اللعيبه الاجانب. طبعا الزمالك كده كده اوريدي عنده مكان فاضي اللي هو كان فيه موجود زكريا الوردي ومشي يجي مكانه اللاعب بالحاج ومشي فهو كده انت عندك كده كده مكان لازم تدعمه في يناير لعيب اجنبي بلاعب اجنبي، تاني حاجه عندك برضو المهاجم سامسون يمكن انا اخر مره في المؤتمر الصحفي بتاع بيراميدز المدير الفني اسوري اتكلم بشكل واضح لما اتسال ليه مستبعد فهو قال هو بالنسبه لي في قائمة المهاجمين يعني خلي بالك من الحتة دي بيتكلم هو رقم 4 و5 بعد علي ياسر اللي طالع من الشباب وطالع من الناشئين وجهة نظر الراجل طيب فهو انت دلوقتي لما تجيب لاعب اجنبي وهتبقى انت حاطه خيار 4 فهو طبعا ممكن مش هيفيدك فلازم الافضل انك تجيب عنصر يفيد القائمة اللي انت بتاعتك القائمة المحدودة ان ده اللي هتقدر ده اللي هيبقى قدامك اختيارات كبيرة صعب لطيف انا معاك يعني اختيارات المصريين هتبقى صعبة بس انت ملزم للأجانب. انت ملزم مثلا لو انت جيت مشيت سامسون مثلا عايز ما انت ملزم بعقده انت ممكن تستفيد فقصه صعبه ممكن تستفيد ممكن هو يروح يشتكي برضه احنا مش ناقصين عاملين معاني من القصه دي ما انا فاهم يعني لازم تاخد فلوسه هياخد فلوسه اللعيب ما يلعبش الموضوع ممكن هو دي وجهه نظر انا هو مش سامسون مش ده رايي يعني انا فاهم وجهه نظرك ومقدرك كنت لسه اتكلم مش وجهه نظر انا بقول الرأي يعني راي بعض الناس انها بتقول ان ما هي ده راي كذا 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 ده راي موجود طبعا موجود على ارض الواقع انا بتكلم في ان في لعيبه في كواليتي لعيبه ما بيمشيش مع الانديه الجماهيريه بسبب الضغوط مش سبب حاجه ممكن هو يبقى فنيا كويس بس الضغوط او ان هو المدرب مش مديله الثقه او مش مخليه يعني هو رقم واحد دي بتخليه مش قادر يؤدي لو نزل او لعب فممكن ياخد فرصته مع انديه تانية يحصل زي عمليه التبادل مثلا هناخد منك لاعب الفلاني هنديك اللاعب الفلاني هي تبقى طبعا وجهات وقتها قرارات هتتاخد تغيير عتب يعني بالظبط بس خلي بالك برضو يعني المدرب بيبقى عايز اللعيب يبقى كويس لو هو شايف ان مثلا عبد اللطيف مثلا لعيب كويس وهيفيده بالظبط هيستبعده ليه؟ ما هو ده اللي بتكلم فيه شايف ان مثلا طارق مش هيفيده دلوقتي هيفيده بعدين يعني هي وجهات نظر وكلها زي ما بتقول اراء زي ما بقول ايه يعني
تتفق او تختلف على قدرات وامكانيات سامسونج، لكن برضه في نفس الوقت الراجل له وجهه نظر مختلفه عننا جميعا، لان عنده لعيبه ثانيه بيقارنها باللعيبه اللي عنده. ايوه مظبوط، هو ده اللي حصل. انا بقول هو لو جه في يناير، وطبعا مجلس اداره كده يقعد مع المدرب وقتها يتكلم، والله يا جماعه انا اللاعب ده عندي بالنسبه لي هو رقم 2، فممكن احنا ندعم بلاعب افضل في المركز. وانا شايف وجهه نظر الزمالك بيحتاج في يناير لاعبين ثلاثه تقال يصنعوا الفارق. اماكن ايه؟ الاماكن طبعا نص الملعب وخط الهجوم، لما دول اساس. وطبعا الاختيارات مش هتبقى من وجهه نظر انا برضو، لازم المدرب هو اللي يحدد، لان هو الادرى باماكن المشاكل اللي عنده. تمام. بس هي المشكله الواضحه اللي هو برضو بيعاني منها وبيقولها في كل مؤتمر صحفي، مركز المهاجم رقم 9 هو عنده مشكله. ومساك بيلعب برجله الشمال. ومساك دي مشكلته. ومساك بيلعب هو عايز مساك برجله الشمال. دي بس دي قالها في كذا مره في كذا انا دي يعني مش عارف دي ممكن تيجي اجنبي ازاي، بس هي اكيد يعني ممكن، يعني لازم اكيد هتبقى لاعب مصري مش اجنبي، لكن انا بتكلم المهاجم ده لازم هيجي اجنبي او لاعب خط نص يصنع الفارق، لان الحته المنطقتين دول عندك فيهم مشكله كبيره. الزمالك ممكن لاعب اتنين يبني عليهم فرقه بيدي ثقه للفرقه. تمام. احنا شفنا الكلام ده في سنين طويله، شيكابالا كان لاعب لوحده بيشيل الفرقه وبيعمل ارقام كبيره، حتى لو الفريق اللي جنبه مش بنفس الكواليتي اللي فيه. يعني ممكن لاعب اتنين يصنعوا الفارق في يناير، بس لازم يكونوا لاعبين على. تمام. استاذ عبد اللطيف فوزي ناقد رياضي كبير، بالشرف النورت. الله يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نطلع لفاصل ونستقبل الكونت دي مونت دي صبري، كابتن محمد صبري.